على الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين، شهدت العلاقات بين تركيا وباكستان خلال العقدين الأخيرين الكثير من الزخم، وربما يرجع ذلك إلى الصلات التاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية التي تجمعهما. وعلى الرغم من المتغيرات السياسية إقليمياً ودولياً، ظلت الروابط السياسية والاقتصادية والأمنية بل وحتى الشخصية قوية بين البلدين اللذين يزيد عدد سكانهما عن 300 مليون نسمة. التعاون العسكري أبرز ما يجسد تلك الروابط، فباكستان أصبحت من أهم وجهات الأسلحة والأنظمة الدفاعية التي تنتجها الشركات التركية. ففي الفترة ما بين عامي 2016 و 2019 بلغ إجمالي صادرات الأسلحة التركية إلى باكستان أكثر من 112 مليون دولار. وفي يوليو من العام 2018 وقع البلدان أكبر صفقة عسكرية بقيمة مليار دولار، ستصدر بموجبها تركيا إلى باكستان 30 مروحية من طراز التاكتي 129 وأربع سفن حربية ضمن مشروع ميلجم. في السياسة، حرصت أنقرة على تقديم الدعم المتكرر لباكستان، خاصة في قضية كشمير وحق الشعب هنا في تقرير مصيره، وهو ما ردته إسلام أباد بإدانة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو 2016. اقتصادياً لا يزال حجم التعاون بعيداً عن المستوى المأمول بحسب مسؤولي البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي نحو 900 مليون دولار، مع توقعات برفعه إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2023. ووفق مراقبين، تثير العلاقات المتنامية بين أنقرة وإسلام أباد وخاصة في المجال العسكري والدفاعي قلق إسرائيل والهند، فالأولى تخشى أن تتحول تركيا إلى دولة نووية بمساعدة باكستان، فيما تتخوف نيودلهي من أن يؤثر التعاون على الصراع الدائر في كشمير لمصلحة إسلام أباد.